طيب خلينا ندي كده رسالة يعني من باب البشرى ومن باب الأمل. سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه بيقول: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات لم أعلمها حسنا ولا حسينا؟ خلاص؟ قال له: إيه؟ فقال له: اللي أنت تقول لما يكون الإنسان مهموم، إذا أردت حاجة، طلبت حاجة وأحببت أن تنال هذه الحاجة، فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحكيم الكريم، ثم سل حاجتك. أقولها بقى تاني يا شيخ أحمد عشان الناس تحفظها. طيب، الواحد لما محتاج، إن هو محتاج حاجة من الله عز وجل، حابب حاجة ومحتاجها، فيقول إيه؟ ممكن يصلي ركعتين وبعدين يدعو، يصلي ركعتين من عندي يعني، وبعدين يقول الكلام ده، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإيه؟ الحكيم الكريم. تاني، يلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحليم الكريم، الحكيم الكريم، الحكيم الكريم، الحكيم الكريم، الحكيم الكريم. عبد الله بن جعفر بيقول ان سيدنا علي قال له: اقول لك كلمات لم اعلمها حسنا ولا حسين. طب لما تقول الكلمتين دول، قال: ثم سل حاجتك. طب الكلام ده موجود فين؟ هذا رواه ابن ابي شيبه رحمه الله في المصنف، وقال اهل العلم وهو صحيح، موقوف صحيح الاسناد. يبقى هنقول اهو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العلي العظيم، كويس، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحكيم الكريم، الكريم. نعم، ربنا يتقبل منا يا رب. اللهم صل وسلم.